مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. بالنسبة لسلسلة فيديوهات أبسطها لك، في ناس سألتني ليش أنت في عندك أصلا الفيديو دقيقتين وأنت عم تحكي لي إنه أبسطها لك هي دقيقة واحدة فقط. للتوضيح، أبسطها لك في دقيقة هندسية، هي راح تكون عبارة عن introduction، فاصل إعلاني اللي هو اللوجو أو السلوجن تبع الشانل أو تبع السيريز. بعدين الفيديو اللي حكيت عنه بعداد زي ما حكيت لكم سكند كاونتر، زي ما حكيت لكم مرات راح يكون في فصل للفيديو لاكثر من جزء لانه الفيديو بيكون طويل، الموضوع صعب تقطيته في دقيقه واحده، فممكن تلاقي فيه بارت 1 ممكن تلاقي فيه بارت 2. هذه هي الدقيقه الهندسيه. اما البارت الاول من الفيديو اللي بكون بحكي فيه انتدكشن او بكون بحكي فيه سكتش صغير عن الفيديو، فهي عباره عن فقط عن انتدكشن، ما راح يكون لها اي علاقه او لها علاقه بالفيديو، لكن مش هي الزبده او الاساس للفيديو اللي احنا بنحكي عنه في هاي السلسله. هي عباره عن الاشي اللي بيطلع في السلوجن او الاشي اللي بيطلع عندك في الكاونتر تبع السكندز في اسفل الفيديو. وزي ما حكيت لكم شاركوني بالكومنتس تبعتكم اذا في مواضيع معينه احنا محتاجين ان نحكي فيها او انتم محتاجين ان انا اتطرق لها. ان شاء الله راح اشمل مواضيع كثيره، فاذا حبيت انه يكون في موضوع معين ننحكي فيه شاركني فيه في الكومنتس الموجوده في الديسكربشن او في الكومنتس الموجوده في صناديق التعليقات الموجوده تحت الفيديو اللي انت حاليا قاعد بتحضره. شكرا لكم جميعا، شكرا لملاحظاتكم، ان شاء الله بتكونوا في فيديو، يعطيكم الف 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 عافيه. سلام.